الإخوة الأفاضل، هذه انطلاقة شوطنا الخامس ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأمسية التراثية الجميلة. أيها الإخوة الأفاضل متابعونا في كل مكان، شهدنا وإياكم انطلاقات وتحديات هذا المساء، شهدنا وإياكم أول أشواط هذا المساء، وكان مع التماس المملوكة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشاب المميز جابر بن سالم بن فاران المري، من انتزعت أول أشواط هذا المساء وأول أشواط هذه الأمسية. بينما أتى أيضا وزان، من أتى في أول أشواط هذا المساء للقعدان اللقاية لهجن الشحانية ومضمره وقائده سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هو من حصد الشوط الأول للقاية القعدان. نبدأ ونتعرف على رحلتنا الخامسة ونبدأ مع المركز الأول، المركز الأول الذخيرة، تعود ملكية الذخيرة لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري، من يتواجد مع الذخيرة على المركز الأول، بينما تليها على المركز الثاني وتتقدم على المركز الثاني المركز الثاني تتقدم فيه هنا ذربة، تعود ملكية ذربة لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقودها في التضمير. نتابع وإياكم المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث القدوم والوصول من الجانب الأيمن، من تدخلت في هذه اللحظات، تدخلت في هذه اللحظة من الجانب الأيمن وصول هنا فتنة على المركز الثالث لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الرابع، الرابع دخول وتسلل من الخزنة، الخزنة مشاهدينا الأفاضل تعود ملكيتها لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري، من يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن وصلت هنا على المركز الخامس تصل شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري، من يتواجد في عملية تضميرها. هذه النتيجة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. نرجع وإياكم إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط، القيادة والمقدمة مع شواهين. هذه شواهين من تحتل المركز الأول، تعود ملكية شواهين لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسالم بن حمد بن الهيان العامري، من يتواجد في عملية تضميرها. بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه الذخيرة هجن الشحانية هي المالكة، وحمد بن علي بن حلفان المري من يتابعها في التضمير. ننتقل للمركز الثالث، الوجود هنا والتواجد من فتنة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابعها في انطلاقتها. بينما وصلت على المركز الرابع اللي غيرت هنا على المركز الثالث، هنا لؤلؤة من تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابعها في عملية التضمير. بينما الدور والنقلة على المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس مشاهدينا الكرام، اللي تصل هنا أملاك لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، من تتواجد هنا وأيضا تصل هنا أملاك من تحتل المركز الخامس مع مضمرها محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع إلى المقدمة والصدارة، القيادة مع فتنة هجن الشحانية هي المالكة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتواجد مع 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 من تحتل المركز الأول اللي هي فتنة. يا سلام، الله، وصلت هنا شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسالم بن حمد بن الهيان العامري، من يتواجد معها بالتضمير. 1500 متر على خط النهاية، الوصول والقدوم من مهرة، مهرة وصلت في هذه اللحظات،
مهرة تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن وصول وقدوم في هذه اللحظات أيضا هناك من الجانب الأيمن، من تدخلت مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا دخول من لؤلؤة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعها في التضمير. نرجع وإياكم إلى مقدمة الشوط، نرجع وإياكم إلى فتنة مع الصدارة ومع المقدمة. هذه فتنة، يا سلام يا سلام، نقترب من لائحة الكيلومتر الأخير. لولو غيرت من الجانب الأيمن، لولو يا سلام يا لولو، لولو تغير مشاهدينا الأفاضل، غيرت إلى المركز الأول. لولو مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، يا سلام ارتياد، نعم هذه ارتياد، من تحتل المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، هذه ارتياد، من غيرت واحتلت الصدارة والمقدمة، ارتياد لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع ارتياد ومع انطلاقة ارتياد في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا الجو المميز. الله، ارتياد، أرادت الناموس، أرادت الناموس، نعم هذه ترتاد الناموس، يا سلام يا سلام، هذه مشاهدينا الكرام ارتياد مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. هذه ارتياد، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز ارتياد وتحقيقها بالمركز الأول هنا بهذا الانطلاق وبهذا التقدم في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز ارتياد بالمركز الأول. المركز الثاني، الشامخة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الثالث، وصلت هنا مشاهدينا الكرام أملاك لهجن الشحانية. المركز الرابع، وصلت العزرة لهجن الشحانية. أما المركز الخامس، وصلت هنا مشاهدين الكرام شواهين تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز ارتياد وتحقيقها بالمركز الأول. ناموس هذا الشوط بكل جدارة وبكل قوة، تهانينا والناموس. نتابع وإياكم ارتياد ولحظة وصولها إلى خط النهائي، 7 دقائق 53 ثانية، 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، وصلت فيه الشامخة، قطعت المسافة في 7 دقائق 57 ثانية، 94 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على فوز الشامخة، كما نهني سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، أملاك قطعت المسافة في 7 دقائق 58 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز أملاك، التهنئة موصولة لمحمد بن خالد العطية.